صباح الخير، مرحبا جميعا، كيف الحال؟ اليوم يوم جديد بدنا نحكي فيه عن حلقة مميزة. رح نحكي فيه عن ايش بصير في الجسم الانسان لما يوقف السكريات. بدنا نحكي عن المراحل اللي حتصير فيك لما انت توقف السكر ل 30 يوم، وحنحكي فيها بالتفصيل. فيلا رافقوني، ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الحلقة حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من الناس. أول مرحلة من هذه الـ30 يوم وهي أصعب مرحلة، وهي أول 3 أيام. في الـ3 أيام الأولى بدخل جسمك في حالة من الانعراض الانسحابية لاستهلاكك للسكر. ففي أول 4 ساعات بنزل فيه السكر، لأنه بعد استهلاك بعد أكلتك لوجبتك الأخيرة اللي فيها سكريات ببلش ينزل عندك السكر في الدم، خصوصا الناس الأصحاء. بعد الـ4 ساعات ببلش الكبد يحس انه في نقص في السكر، فببلش يعوض النقص الموجود عندك بانتاج السكر من الجلايكوجين المخزن في الكبد. ولما بتعمل اي نشاط رياضي، حركه كذا، جسمك عم بيستغل الجلايكوجين الموجود في العضلات. هاي المرحله بتستغل يعني بتضل تستمر لاول 24 ساعه، بعدها بكون تقريبا الكبد بلش يشطب في الكمية من السكر الموجودة فيه، واللي هي عادة بتكون بالحد الأقصى 100 جرام من الكبد، وهي 100 جرام من السكر موجودة في الكبد، وهي تمثل 10% من وزن الكبد. بعد هذه الـ24 ساعة بكون أصلاً خبلش الكبد بتصنيع السكر في الكبد من عملية الجلايكونيوجينيسيس اللي بيستخدم العضلات والبروتينات اللي في الدم لتصنيع هذا السكر في داخل الكبد. فمع نقصان السكر الموجود في الكبد ببلش الجسم يصنع السكر من خلال الكبد. هاي المرحلة في أول 3 أيام هي أصعب فترة في دخولك في الكيتو، وإذا أنت أخذت بي فيتامينز من استخدام الخميرة البيرة أو الخميرة الغذائية مع شوية أملاح فيها بوتاسيوم، أساسا ممكن ما تحس في هاي الأعراض. بعد اليوم الثالث، يعني في اليوم الرابع، بتفيق تاني يوم. في اليوم الرابع نشيط جدا، كل الأعراض الانسحابية اللي صارت معك في الفترة الأولى في أول 3 أيام بتكون اختفت، وبتفيق، عندك تركيز في مخك، عندك نشاط وقدرة على إنك تقوم بوظائفك الحيوية بكل بساطة. في هاي الفترة أول 3 أيام بصير فقدان رهيب بالسوائل، لأنه كل جرام من السكر أنت بتفقده جسمك بيفقد معاه 4 جرام أو 3.7 جرام من المي مباشرة. وعادة خلال الأسبوع الأول، وهو بلشنا احنا نحكي في المرحلة الثانية، مع نهاية الأسبوع الأول في اليوم الخامس أو السادس، أنت حاليا ورسميا بتكون دخلت في حالة الكيتوسز. وهاي الحالة بكون بتقدر تشوف إنه صار في كيتونات في الدم، وصار في كيتونات في البول عم تطرحها الكلى. في هاي الحالة، لأنه حالة الكيتوسز حالة مضرة للبول، عادة الأشخاص بينزلوا أوزان خرافية خلال الأسبوع الأول، تنتقل من الحد الأقل للناس اللي أوزانهم مش عالية كتير وصحتهم منيحة، بنزلوا لهم 2 ل 3 كيلو. الناس اللي أوزانهم عالية وصحتهم كتير كتير سيئة ممكن يوصل نزولهم ل 7 و 8 كيلو. وعندي مرضى بنزلوا ال 7 و 8 كيلو في أول أسبوع، مش لأنهم خسروا دهون، لأنه صحتهم سيئة وحابسين سوائل، وهذا بيؤدي إنه الدم بنخفض الضغط في الدم. واللي بياخذوا أدوية مضرة للبول عادة بوقفوا أدوية الضغط هذه باستشارة طبيبهم أكيد. قبل ما أكمل، أكيد اللي بتحضروني 200 شخص أغلبكم، بس اعملوا لايك حتى ينتشر الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس، فساعدوني باللايكات أكيد حتى نفيد أكبر عدد من الناس. بالمرحلة الثانية، يعني بعد نهاية الأسبوع الأول وبدايتك بالأسبوع الثاني، بكون جسمك دخل في الكيتوسيس، صار لك 2 3 يوم في الكيتوسيس، فبتلاقي إنه في تحسن في المزاج بشكل أساسي بسبب انتظام السكر في الدم. الدم ببطل يطلع وينزل، بلش قراءات السكر تنتظم عند 90 95 ومستقرة، ما في ارتفاع ما في هبوط في السكر، فمزاجك بصير عالي العالي. بعد اليوم التاسع للعاشر بصير عندك بتكتشف انه انت بطلت تتعب بعد الاكل نهائي، بطل في عندك تعب نهائي. هذا الشعور بالتعب اللي بصير بعد الوجبات، تحس حالك بدك تنعوس بدك تنام، هذا اختفى. لانه زمان لما كنا ناكل وجبات غنية بالكربوهيدرات بيرتفع السكر كتير وبيرتفع معاه الانسولين كتير. مع ارتفاع الانسولين رح ينزل السكر في شيء بسموه طبيا بالرياكتيف هايبوغلايسيميا، اي انخفاض السكر اللي هو ناتج عن ردة الفعل بعد استهلاك كميات كبيرة من السكر. ندخل احنا في المرحلة واحنا في المرحلة الثالثة في حالة جديدة بتصير، اللي هي من اليوم العاشر للرابع عشر. تعرفوا انه انتم خلايا الذوق التيست بادز،
تتغير كل فترة، وعشان هيك الشخص مهما كبر عمره ممكن تتغير كفاءته بالذوق بس ما بفقد قدرته على التذوق. فبعد 10 عادة خلايا الذوق في اللسان بتتغير كل 10 ل 14 يوم، وبالتالي بعد 10 ل 14 يوم بتبطل تحس بمذاق السكر كما كنت من قبل. صار لك انت 14 يوم فاقد، ما عندك سكر، ما بتاكل سكر، معناته انت في اليوم رقم 15 16 لو تاكل السكر راح تحس فيه كثير احلى مما انت كنت متعود عليه. حبه التمر اللي كنت تاخذ 7 تمرات عادي حتصير بجوز ما تقدر تكمل حبتين التمر، وهذا بالتالي بيحميك من انك ترجع تاكل السكر بنفس الكميات كما من زمان، وبيعودك تتخلص من ادمانك للسكر. الشغله الثانيه، ببلش جسمك تحس انه البشره عندك عم تتحسن. فعاده لما تشوفوني انا بفيديو طالع لي حبه شباب زي ما كان بدايه الاسبوع الماضي، اعرف اني انا خبصت في الكيتو. لما انت يقل عندك الانسولين، بالتالي الانسولين هو بيكبر الجسم، بيكبر الاشياء الغير مرغوبه، بيكبر السرطانات، بيكبر الحبوب الشباب. فبالتالي حتلاحظوا انه بكل بساطه حبوب الشباب عند السيدات كثير حتروح، حتى عند الرجال والشباب اللي بيكون عندهم حبوب شباب اول ما توقف السكر بعد اليوم ال 16 وال 17 بتستنوا على 30 يوم بس نوصلها، حتتفاجئوا اللي راح يصير. فحبوب الشباب حتلاقوها راحت وحصير في صفاء في البشره ملحوظ. في اليوم ال 17 18 جسمك صار متعود على انه انت ما بتاخذ سكريات، وانت قربت وبلشت تدخل في حاله الكيتو ادابتيشن، لسه ما دخلت بس قربت، فبصير عندك النوم عميق جدا. فعاده اللي بيقطعوا السكر بعد اليوم ال 15 17 بيصير في شعور بالسعاده، لانه انت ما كنت تنام بحياتك زي الفتره هاي. وخصوصا لمرضى السكري اللي بيعانوا دائما بانهم بيروحوا بفيقوا الصبح وبفيقوا الساعه 3 و2 و1 الفجر حتى يتبولوا، الله يكرمكم، بسبب ارتفاع السكر في الدم. هدول الاشخاص بطلوا اصلا عندهم السكر عالي، فبالتالي النوم بصير عميق جدا. في اليوم 21 بتكون انت دخلت في الحاله الاكثر سعاده اللي انت حتحس فيها بالنشاط، وهاي الفتره هي اللي بامكانك ترد، اذا انت رياضي ترد تترجع فيه نشاطك الرياضي. في اليوم 21 انت رسميا دخلت في الكيتو ادابتيشن، هاي الحاله اللي احنا بنحكي فيها صار جسمك بيحرق الكيتونات بكفاءه كما بيحرقه في بيحرق السكر كمان. في هاي المرحله، حتى حشارككم بعض التلخيصات اللي عملتها، في هاي المرحله بيصير عندك، بكون انتاج السكر وصل لذروته في اليوم في تقريبا اليوم السابع. في عند ال 21 يوم بخلص ببطل الجسم ينتج السكر كثير، بصير الكلى رسميا الكلى بصارت تاخذ 40% من العبء في تصنيع السكر. في اول فتره كان الكبد منهك في صناعه السكر وبالاضافه صناعه الكيتونات. في اليوم ال 21 الكلى رسميا عمالها بتنتج 40% من حاجتك من السكر، والكبد عم بينتج 60% من حاجتك من السكر، ودماغك شغال 80% من قدرته على الكيتونات، و20% من حاجته على فقط على السكر. في هاي الحاله الاشخاص اللي بيعانوا من السكر النوع الاول التايب 2 تايب 1 دايابيتيك بيشنتس صاروا مخهم توتالي شغال على السكر على الكيتونات ما عدا 20%، فبالتالي بحميهم هاي الحاله من الهبوط السكر الخطير اللي ممكن يؤدي لكوما وفاه لا سمح الله، لانه الدماغ بشكل اساسي شغال على الدهون وليس على الكيتونات وليس على السكريات. في اليوم 22، فبالتالي اليوم 22 23 24 بتلاقي النشاط الرياضي صار عالي، نشاطك ممتاز، بتحس حالك انسان جديد بكل ما المعنى، فبالتالي بتقدر تدخل الرياضه، الركض، الدراجه، الرياضات الانديورنس اللي فيها نشاط عالي، لانه صرت انت في الكيتوسيس. في اليوم 26 و27 بصير جسمك اوريدي خلص وخلص من منطقه الادابتيشن، صار بده يعالج ويظبط الالتهابات اللي صار له اسبوع 3 اسابيع بيصلحها، لا هلا بيعززها. بتلاحظ الام المفاصل عندك بلشت تختفي. الاشخاص لانه صار الجلد بدل، اللسان بدل الخلايا الذوق مره، بلش يبدلها كمان مره، فبتلاقي انه الطبقه البيضه اللي على اللسان بتخف وبتروح، الفطريات اللي بتكون بفرشات اسنان بتحاول تنظفها بتبلش تموت بسبب عدم وجود السكر في اكلك اساسا. في اليوم ال 28 انتم بتعرفوا انه الجلد، جلدك وجلدي بيغير الطبقه هذه كل 28 يوم.
فأكيد هذا هو سبب إنه بتلاقي الناس اللي بيعملوا كيتو بشرتهم أصفى وأجمل أطرى ولينة أكثر، فبالتالي ما فيها تجاعيد. أنت وأنت خصوصا بتبلشي تغيري جلدك وتخفف التجاعيد عندك في الجلد، بتبلشي تلاحظ التأثير بعمق بعد 28 يوم لما كل جلدك من أوله لآخره تضمني إنه تغير. أكيد الجهاز العظمي الهضمي الأمعاء بتكون بلشت تحل مشاكلها، فأنت ب 28 يوم بتكون تخلصت من آخر لقمة خبز أكلتها، تخلصت من بروتين الجلوتين السيء الذكر اللي أنت بشكل أساسي مبهدل صحتك في أمعائك. فالأمعاء بتغير الجدار جدرانها، بتغير الخلايا تبعتها كل 8 كل 3 أيام ل7 أيام. فلكن الجلوتين بقاياه بتختفي من الجهاز الهضمي بعد 28 يوم، فأنت بتكون ارتحت من مشاكل الخبز. هاي هي رحلة حياتنا خلال إيقافنا للسكر في أول 30 يوم. يا محلى الواحد يتحرر من إدمان السكر. ترى السكر لما بتاكله بيحفز التريت اند ريورد سيستم، المكافأة أو السعادة في الدماغ، بتحفيزه بإفراز الدوبامين اللي هو نفسه بيتم إفرازه لما بتاخد الكوكايين أو بتمارس الرياضة. وبالتالي لما أنت بتنسحب منه أكيد راح تحس بأعراض انسحابية زي المدمن المخدرات بالضبط، بس أكيد أقل. فإن شاء الله تكون هاي الحلقة عجبتكم. أكيد معكم أحمد سمارة، وإذا بتحضر الفيديو أول مرة أكيد ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وتحط إشارة الجرس حتى تجيك بأول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة جديدة. واللي بيحضروني دائما أكيد ما تبخلوا على غيركم وتبخلوا علي وعلى نفسك بأنك تعمل شير وتكسب الأجر والثواب معي. وبشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاي. بتقدر تتابعوني على الإنستغرام سناب شات وال إيش كمان، وتحضر على لاحظ صفحتنا على الفيسبوك وجروبنا الرائع على الفيسبوك سمارسكيتو أدفانست إكسبيرينس. وبشوفكم بأمان الله، مع السلامة.